شراكة حول المنافسة اللي كانت بينك وبين العداء الطريق لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. مدينة فاس نادي الوطن الرياضي لكأس الألعاب. أيوة الحمد لله أنا فرحان بالنتيجة اللي حصلت. ما كانتش عن صدفة، كانت عن جراء واستحقاق وبفضل التدريب المكثفة اللي كنقوم بها في مدينة فاس. الصباح كان رائع جدا وبغيت منافسة قوية بين العدائين اللي شاركوا معايا. الحمد لله حتى استطعتنا نفرق القطاع ديالي من الفصل اللي رميت الاخرى وفرقت القطاع ديالي وديت المبادرة واستطعت الفوز بالصباح. إذا مدينة فاس هي معطاء ولعل البقالي لشاهد كذلك، حدثنا عن البقالي وكذلك هل سبق لك يعني ان جاورته في بعض التخصصات؟ لان انت عندك نصف ماراثون هو عنده دونكلا. نعم، اول حاجه صوفيا البقالي ولد عمتي. تبارك الله عليك، اسره، هذا شرف كبير. وجريت انا وياه في ميني مقادي جينيور. تبارك الله، بطل كبير وقد يقول الكلمه ديالو في المحافل الدوليه وفي الاولمبيات وفي كره العالم، وكنتمنى له التوفيق ومزيد من العطاء ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله انا نكون عندهم حسن الظن وتيسر لي الامور ان شاء الله بحول الله. شنو هو البرنامج الرياضي ديالك في هذه السنه؟ ان شاء الله العام نحاول نجري 10 كيلومترات وال21 كيلومتر العام ان شاء الله. من القدام كنفكر نجري في الماراثون ان شاء الله الى كسب ان شاء الله. مزيد من التوفيق وهنا لمدينه فاس بكم. شكرا لك، وفاس نيوز ميديا تحييكم كذلك. تحيه، الى اللقاء.